السلام عليكم متابعينا الكرام. تعرف على أكثر الفنانين أدبا وأخلاق في تاريخ السينما والتلفزيون. الفنانة عبلة كامل ولدت في 17 سبتمبر 1960. قدمت للشاشة أكثر من 100 عمل فني بدون ولا مشهد خادش، وتبلغ من العمر الآن 64 سنة. الفنان رشوان توفيق ولد في 24 نوفمبر 1933. قدم للشاشة أكثر من 320 عمل فني بدون ولا مشهد خادش، ويعتبر من أكثر الفنانين أدب، ويبلغ من العمر الآن 91 سنة. الفنان إبراهيم يسري ولد في 20 إبريل 1950. قدم للشاشة أكثر من 126 عمل فني بدون ولا مشهد خادش، وتوفي في 20 إبريل 2015 عن عمر ناهز 65 سنة. الفنان جمال إسماعيل ولد في 8 يناير 1932. قدم للشاشة أكثر من 150 عمل فني بدون ولا مشهد خادش، ويعتبر من أكثر الفنانين أدبا وأخلاق. توفي الفنان جمال في 18 ديسمبر 2013 عن عمر ناهز 81 سنة. الفنانة نسرين ولدت في 20 نوفمبر 1955. قدمت للشاشة أكثر من 60 عمل فني، وتعتبر الفنانة نسرين هي من أكثر الفنانين أدبا وأخلاق في تاريخ السينما والتلفزيون، وتبلغ من العمر الآن 69 سنة. الفنانة صفاء الطوخي ولدت في 22 مارس 1964. مثلت في السينما والتلفزيون ولم تقدم عمل خادش واحد، وتبلغ من العمر الآن 60 سنة. الفنانة حنان ترك ولدت في 7 مارس 1975. قدمت أكثر من 110 عمل فني ولم تقدم عمل خادش واحد، وتعتبر الفنانة حنان هي من أكثر الفنانين احترام، وتبلغ من العمر الآن 49 سنة. الفنانة زبيدة ثروت ولدت في 14 يونيو 1940. قدمت للسينما 27 عمل فني، وتعتبر الفنانة زبيدة هي من أكثر الفنانين أدبا واحترام، وتوفيت في 13 ديسمبر 2016 عن عمر ناهز 76 سنة. الفنانة ماجدة زكي ولدت في 12 ديسمبر 1958، وهي أخت الفنان أشرف زكي. عملت بالسينما والتلفزيون، وهي من أكثر الفنانين احترام، وتبلغ من العمر الآن 66 سنة. الفنانة إيمان الطوخي ولدت في 11 يناير 1958. قدمت 47 عمل فني، وقد عملت بالسينما والتلفزيون، وكانت من أكثر الفنانين احتراما وأدبا وأخلاق، وتبلغ من العمر الآن 66 سنة. الفنان عبد العزيز مخيون ولد في 25 فبراير 1946 بمحافظة البحيرة، ويعتبر الفنان عبد العزيز مخيون هو من أكثر الفنانين احترام في السينما والتلفزيون، وقد بلغ من العمر الآن 78 سنة. الفنانة نورهان ولدت في 15
1982 لم تقدم الكثير من الأعمال الفنية، ولكن تعتبر الفنانة نورهان هي من أكثر الفنانين أدباً واحترام في السينما والتلفزيون، وتبلغ من العمر الآن 42 سنة. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ولد في 8 مارس 1934، قدم الكثير من الأعمال الفنية، وهو من أكثر الفنانين أدباً واحترام، ولم يقدم مشاهد خادشة، ويبلغ من العمر الآن 90 سنة. انتهى الفيديو، شكراً لاستماعكم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.